اهلا بكل جماهير الاهلي في اخر فقره النهارده معانا في حصاد الابطال. كره اليد محيره كل جماهير النادي الاهلي ومحيرانا شخصيا، بس خلينا نرحب بضيفنا الكبير صاحبي وزميلي داخل الملاعب، والنهارده هو مساعد مدير قطاع الناشئين لكرة اليد في النادي الاهلي، كابتن محمد متولي، احد ابرز نجوم الجيل الذهبي في النادي الاهلي. كابتن محمد متولي منورني ومشرفني. ربنا يخليك كابتن خالد، وانا اللي بتشرف ان انا متواجد مع حضرتك. نورت بيتك مره تانية، عشت كتير، جيت قعدت في الامارات تقريبا 10 سنين، بس رجعت النادي الاهلي مره تانية. رجعت النادي الاهلي بيتك، ايه اللي تربيت فيه؟ وبصراحه يعني فخر ان الواحد ينتمي للنادي الاهلي، وانا قعدت 10 سنين سنة في نادي الشباب الإماراتي، وتسع سنين مدير فني في النادي الوحدة الإماراتي، وبعدين عايز أرجع ومفيش إلا بيتي النادي الأهلي، وده إحنا كلنا بنتمنى إن إحنا نقضي حياتنا وباقي عمرنا جوه النادي الأهلي. بعد 10 سنين أنا جاي ونفسي إن أنا أعمل كل حاجة للنادي الأهلي. بعد 10 سنين جاي نفسك تعمل كل حاجة للنادي الأهلي، أكيد شعور مختلف، عشت في النادي وتربيت في النادي في جيل حقق بطولات وتاريخ كبير للنادي الاهلي في كره اليد. نرجع بالزمن لورا، احنا من 90 ل 2000 تقريبا، جيل تقريبا ما كانش بيخسر. الحمد لله احنا من 90 ل 2001. تمام. الحمد لله احنا من كتر البطولات احنا فخورين ان احنا من جيل 90 لغايه 2001. بطولات عربيه، دوري، كاس، افريقيا، احنا كنا بنلعب الاول اربع بطولات بس في الموسم، ما كانش عندنا سوبر. فالحمد لله كان قعدنا على طول احنا بنكسب. اي فرق من الجزائر او تونس يعرفوا النادي الاهلي موجود، وانت اكيد عارف طبعا ومشارك في كل احتفالات النادي الاهلي، ما كانوش بيجوا، لان خلاص النادي الاهلي خلاص متصدر كل البطولات. بس كان في بطوله مهمه 93 اعتقد، كان في الترجي، في ارض الترجي داخل تونس، معقل من معاقل افريقيا، وقدر النادي الاهلي يعدي البطوله. كانت مباراه عصيبه جدا، عايز استرجع معاك المباراه دي لانها كانت فعلا مباراه صعبه جدا. احنا كنا مع جنرال الله يرحمه جمال بيه شمس، والمدرب عليه 99% ان يخلي اللعيبه تعرف انها تكسب البطوله، فدي الحمد لله كان جمال بيه شمس بيحطها جوانا وبيقرا المباريات قبل ما نبداها. عايز تحكي للناس التدريب الصبح يوم هذه المباراة كابتن جمال رحمة الله عليه قال ايه؟ تفتكر؟ جمال بيه كل لعبة هتلعبها دفاع وهجوم حكيها لنا الصبح، مين اللي هيدافع هنا، مين اللي هيهاجم هنا، المباراة دي هتخلص كام. وده جمال بيه قال لنا عليه الصبح. وجمال بيه بيحفظنا الله يرحمه ويحسن اليه، بيحفظنا كل بطولة بنخش معاها او كل مباراة ايه اللي هيحصل وبنلاقيه في الملعب، بقى عندنا ثقه فيه. خلاص ما احنا خلاص احنا بقينا نتعامل واحنا مغمضين، هنعمل 1 2 3 جمال بيه بيقول لنا 1 2 3، بنلاقيهم في المباريات في البطولات، وده اللي الحمد لله. بس هسترجع معاك الحوار، ولازم اقول لكل الساده المشاهدين حاجه مهمه جدا، اكيد انا عشان على العصر ومتواجد داخل الملعب. كابتن جمال الله يرحمه قبل هذه المباراه صباحا وقف الفرقه، اول بيوقف الفرقه عادي وحكى وقال بالظبط كده، العبوا كوره، العبوا زي ما انتم عايزين، انا مش هتمرنوا النهارده. جي اخر 10 دقايق ربع ساعه في التدريبه، وقف الفرقه تدريب صباحي 10 دقايق ربع ساعه. وقف كان معانا طبعا نجمنا الكبير سامح ابو وارث وكابتن اشرف عواض، نجوم مصر بجد في العصر الذهبي، دي حقيقه. وقال ان اول ما هيبدا المباراه فريق الترجي هيطلع مان تو مان على سامح واشرف، صح كده كابتن متولي؟ تمام. وقال وحكى المباراه وقال هو ده اللي انا عايز اعمله، هو ده اللي مطلوب ان هم يعملوه، وبكده احنا هنكسب المباراه لو طلعوا على اشرف وسامح. حصل وحصل كده، وادانا المفتاح احمد سالم وجوهر نبيل. قال احمد سالم انت هتكسبني الشوط الثاني، انت اللي هتكسبني الماتش ده، وهيطلعوا على سامح عبد الوارث واشرف عواد، وعايزكم ترجعوا ورا نص الملعب تلعبوا مع خالد العودي ورا عند الجون، سيبوا الناس هي اللي هتلعب. والكلام اللي قاله بتنفذ بالحرف، والحمد لله كسبنا البطوله جوه الترجي. جوه الترجي كسبنا واحد وكسبنا واحد، وكانت المباراه صعبه وعصيبه جدا، وكانت المباراه دي قبل النهائيه، لان المباراه النهائيه لو كنا وصلنا لها كان دوري من دور واحد وكسبنا واحد، وكان في عز عصر وقوه الترجي في وسط 4000 متفرج. فاكر بعد المباراه ايه اللي حصل؟ اه طبعا. كمل بقى بلاش دي الضرب اللي احنا لا لا اللي احنا لا لا اخواتنا في تونس اكيد ما فيش مشاكل خالص، الجمهور الجمهور طبعا اكيد اكيد ما فيش مشكله خالص، ما كانش مصدق ان الترجي هيتغلب في الترجي هيخسر في الماتش ده، والحمد لله الاهلي المصري
كسب البطوله جوه الترجي. يعني تاريخ النادي الاهلي لازم نقول لكل جماهير النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي من 90 ل 2001 ويستمر تاريخ كره اليد داخل النادي الاهلي، ما كانتش في فرقه في مصر او بره مصر تقدر تقف قدام النادي الاهلي يا ريت الاقاويل اللي بتتقال عن فريق كره اليد ان هي الفريق مش 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 هو ده وتاريخ بيتحكي على انديه اخرى. لا، مع احترامي الكامل، النادي الاهلي اتظلم من 90 ل 2001 وهو ما سافرش بطولات افريقيا كثيره جدا بسبب منتخب مصر. حصل طبعا، وكان بس في بطوله كانت اول بطوله عربيه دخلت مصر كان النادي الاهلي لو تفتكر المولوديه الجزائري، كان عنده بطوله افريقيا وكسب نادي الزمالك وكسب بورسعيد، والمدير الفني للمولوديه عزيز درواز قال لك انا عندي النادي الاهلي هلاعبه في مراكش في المغرب وانا كسبت الفرق المصريه كلها. لو تتذكر اول ماتش لينا في البطوله العربيه في مراكش كان المولوديه الجزائر، ده كان الكابتن محمد عبد المعطي، الكابتن محمد عبد المعطي كسبنا فرق 5 بالزبط. اول ماتش في البطوله ما قدرش يفوز على النادي الاهلي، وكانت اول بطوله عربيه تخش مصر كان من خلال النادي الاهلي. كانت البطولات العربيه شيء مهم جدا في الوقت ده طبعا، كان نفس الفرق اللي بتقابلك في افريقيا ما عدا الفرق السمراء اللي هي معظم بطوله افريقيا والبطوله العربيه هي تونس والجزائر ومصر. مظبوط، فالبطوله العربيه هي اقوى من البطوله الافريقيه. ودي ان احنا نبقى الجيل بتاعنا اول بطوله عربيه تخش مصر من خلال الجيل بتاعنا والنادي الاهلي، دي حاجه محترمه نتشرف بيها. عزيز درواز قال لي بعد المباراه حاجه مهمه، ان هو بقى مقابل وكان فاكر ان هو فريق النادي الاهلي كفرقه سهله. ما عرفتش اقيم فريق النادي الاهلي صح. دي المقوله اللي قالها في الجرايد وتاني يوم قريناها، انا ما عرفتش اقيم النادي الاهلي صح. كان فاكر لما كسب نادي الزمالك ونادي بورسعيد، ونادي بورسعيد في صاله النادي الزمالك فقال لك ان خلاص النادي الاهلي فاكر ان احنا اقل من زمالك وبورسعيد، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الماتش بسكور فرق 5. كانت مباراه صعبه جدا وتاريخ صعب جدا، وكان معاه لعيب من منتخب المغرب لو تفتكر باك رايت محترف، كان احسن لعيب في الوقت ده. مظبوط، كان فرق جامده جدا والموضوع مختلف، فكرتني بالزمن الجميل والله يا متولي. خلينا نرجع والاهم والاقوى، ده تاريخ النادي الاهلي يا جماعه في كره اليد السريعه جدا، ودايما هتحاكى واقول ان ده اي تاريخ كبير في كره اليد. النادي الاهلي في وقت من الاوقات من 90 ل 2000 منتخب مصر كان الاهم، وده دور النادي الاهلي ودور لعيبه النادي الاهلي كانوا متواجدين داخل منتخب مصر، وكل الانجازات حصلت او الانجازات الكبيره والثقيله حصلت من 90 ل 2001 في منتخب مصر. اكيد لازم كلنا نقف ونصطف، اول ما نقول منتخب مصر الاهم لازم كلنا نسافر ونلعب هذه البطولات، لان ده كانت بطولات مهمه جدا للمنتخب المصري. كابتن محمد متولي هنرجع لكرة اليد ورجوعك مره اخرى الى النادي الاهلي وتواجد مع كابتن عاصم حماد مدير قطاع الناشئين والناشئات بالنادي الاهلي، اكيد ليك اهداف وطموحات داخل هذا القطاع. انا بصراحه اولا بس انا بحب اشكر الكابتن عاصم حماد، شخصيه محترمه جدا جدا وبيدي لك مساحه في الشغل كويسه، وعنده ثقه في الناس اللي معاه، سواء الكابتن امجد عويس ماسك الناشئات او انا ماسك الناشئين وهو الليدر بتاعنا. الجميل اللي انا حاسه ودي ما بتلاقيهاش بره كتير، ان جهاز الناشئين وجهاز الناشئات كلهم حاجه واحده. لو نيجي نتكلم على الناشئين، مدربين واداريين وخاصين علاج طبيعي والعمال كلنا حاجه واحده. عشان تنجح لازم الناس كلها تبقى صف واحد، وده اللي عامله كابتن عاصم وده اللي عامله كره اليد في النادي الاهلي. طبعا انا عارف كره النادي الاهلي في كل الالعاب، بس انا بتكلم على حاجه اكيد الكابتن عاصم اللي بيتكلم فيه. طبعا الحاجه الجميله ان احنا كلنا حاجه واحده، من اول الكابتن عاصم، كابتن امجد عويس، انا، كل المدربين اللي معانا في كل الجهاز، الاداريين بيشتغلوا بتفاني غير عادي، الاخصائي علاج طبيعي في اللعبه دي انت عارف يا كابتن خالد الاصابات كتير جدا جدا، لعبه عنيفه، فالناس اللي معانا دول بيتعبوا جدا. العامل اللي معانا اللي بيشوف كل حاجه في الملعب، الراجل ده لو قلبه مش معانا مش هيبقى في نجاح. خلينا نكمل نجاحات ونشوف قطاع كره اليد في النادي الاهلي عشان نطمن عليه، لكن عايزين نطمن على فرقتنا في النيجر. هنروح لزميلنا ومراسلنا كابتن فاروق صلاح في النيجر وحديث مع مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ. مساء الخير يا استاذ فاروق.
كل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب الجنرال سيني كونيتش اللي يستضيف احداث اللقاء الذهاب للدور ال 32 اللي هيجمع ما بين فريق النادي الاهلي ونادي الحرس الوطني بالنيجر، يعني عقب التمرين المران الاخير للنادي الاهلي استعدادا لهذا اللقاء. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كره النادي الاهلي المكلف بمهام رئيس البث. كابتن سيد مرحبا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحدي جديد، بطوله جديده بدوافع جديده النادي الاهلي بيدخلها، الضغوط اكتر ان انا بطل اخر نسختين اكيد في ظل غيابات في ظل اصابات للاعبين بتضع الفريق في ضغوط قبل هذا اللقاء. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بالتاكيد هي مباراه في البدايه في مشوار مهم جدا، المشوار الافريقي ترتيباته بتبقى مختلفه بالتاكيد عن اي بطوله تانية. فرقه ملهاش تاريخ كبير قوي في البطولات الافريقيه، لكن عندها عناصر كويسه، عندها شويه عوامل ممكن تساعدها، يعني منها طبعا يمكن حضور جماهيري. جالنا جواب رسمي ان هم الاتحاد الافريقي وافق بحضور 7500، ما اعرفش هل هم كلهم هيبقوا موجودين اكتر اقل مش عارف، لسه عندنا الاجتماع الفني كمان ساعتين ثلاثة في الساعة 8 بتوقيت هنا. يعني ايا كان الوضع لازم نكون مركزين بشكل كويس، لازم ناخد المباراة بشكل مهم جدا، عندنا فرصة ان احنا نحقق حاجة في بدايتها، ان احنا نحقق نتيجة كويسة عشان الاستمرارية. يمكن ان احنا ابطال 2021 وابطال 2020 وابطال 2021، فيا رب يكون يحالفنا التوفيق ونحقق كمان حاجة ما كنتش اتحققت في تاريخ النادي وان احنا نساعد فيها. يعني جايين طبعا بعناصر هي المتاحة في الوقت الحالي، يمكن تعرف القيد الافريقي كان مرتبط بشوية وقت معين يعني، وكان استمرارية البطولة المحلية في مصر كان ادانا او حطينا في موقف اضطراري ان انت هتسجل ناس وبالتالي هتستغنى عنهم بنهاية الموسم، لكن العدد المتاح يعني اعتقد ان هو كفيل يعني ان يكون يسمح لك ان انت يبقى فيه 40. صحيح العناصر الجديده او المعارين مش موجودين معاك دلوقتي، لكن ان شاء الله الرحمن في الادوار اللي جايه يكونوا معانا باذن الله. في كلام حضرتك مع اللاعبين قبل الانطلاق للمران الاخير بتتكلم على الدوافع للاعبين وتجديد الدوافع، اكيد رقم مهم جدا النادي الاهلي واخد البطوله مرتين، عايز ياخد البطوله الثالثه وتبقى رقم قياسي للنادي الاهلي في افريقيا. طبعا الارقام حاجه كويسه وبتستدل بيها وكل حاجه، لكن في النهايه هو العمل بقى، يعني لازم تشتغل بشكل كويس، كل الناس هتبقى بصة لك بصة مختلفة بالتأكيد. يعني أنت بطل القارة وأنت النادي الأهلي الأكثر حصولا على البطولات وصاحب الشعبية الكبيرة وصاحب الاسم الذهبي في أفريقيا، لكن في النهاية دي دافع بالنسبة له، لو ما قابلتش الدافع ده بتركيز شديد وحاله من الاهتمام اعتقد الامور هتبقى بالنسبه لك صعبه. يعني تاريخ حلو جدا وجميل وكل حاجه، لكن بره الملعب جوه الملعب عايز عرق وعايز جهد وعايز كفاح وعايز تركيز عالي. يعني السنه اللي فاتت من نفس الملعب النادي الاهلي قص شريط البطوله العاشره امام فريق سونديب، نفس الملعب من النيجر، وايضا دانيال لاريا حكم اللقاء اللي ادار الموسم الماضي هو نفس الحكم اللي بيدير بالطاقم بالكامل عامه في هذا اللقاء. يعني فال حلو وفال كويس وفال حسن، لكن في النهايه هتشتغل بقى يعني شغلك انت، يعني زي ما انت ذكرت الملعب ويمكن كانت الثانيه في شهر 12 يعني مش عارف مش فاكر 23 12 حاجه زي كده مش فاكر بالظبط يعني، لكن النهارده انت بتتكلم في شهر 10 نفس الحكم هو بيديله مباريات كتيره، وحكم النيجر والجزائر هنا برضو، وحكم مباراه يمكن المباراه او مباراه اللي حكمها في دوري الابطال كانت مباراه مظبوط كده اللي كانت في غانا. يعني فهو عنده 34 سنه يعني لسه قدامه المشوار بدري، يعني ان شاء الله الرحمن يكون موفق في ادارته اللقاء واحنا نكون موفقين في التعامل مع اللقاء، وان شاء الله الرحمن ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. تعقيبك على ارض الملعب انا شايف انه افضل نسبيا من السنه اللي فاتت، لكن برضو نفس الملعب ارضيه الملعب تقيله، لكن فيها حفر احنا كنا مليناها قبل التمرين برمله كده مش عارف انتوا خدت بالكم ولا لا، فكان في واضح ان هم كانوا ممكن بيعملوا حاجه بيعرضوا حاجه بيستعرضوا حاجه، لان الحفره كانت حفره مش طبيعيه، حفره كبيره شويه يعني، فطبعا خطر علينا وعليهم يعني، خطر لاي حد لا قدر الله رجله جت فيها مش ممكن تطلع سليمه مستحيل، فمليناها رمله يعني ان شاء الله باذن الله بكره كمان هنيجي بدري شويه وهنبعت الناس ما عندنا بدري شويه، لانها اربع خمس حفر مش حفر عاديه يعني حفر محترمه شويه يعني، فلازم تتملي رمله لان اي حد لا قدر الله بيجري فرجله هتقع فيها مستحيل يبقى فيها امان يعني. لكن الملعب شكله طبعا مجمل احسن من السنه اللي فاتت طبعا، يعني ان شاء الله الرحمن نكون موفقين احنا باذن الله. كابتن الخطيب على تواصل تم مع حضرتك يعني قبل السفر بعد السفر اكيد تابع، اطمن من خلالك على كل ترتيبات الفريق. طبعا يعني في تواصل بالاداره الامور والامور الحمد لله كويسه، كابتن سامر عادلي كمان كان عامل شغل هايل جدا مع سفارتنا هنا، وان شاء الله الرحمن نكون موفقين ونرجع بنتيجه كويسه باذن الله. تهنئه لأفشة بمناسبه زواجك، اكيد كان نفسك والفريق كله يكون موجود نحتفل بقفشه.
يلا خد فرصة كويسة يعني استعجل شوية ان شاء الله يكون معانا اول ما ننزل باذن الله. احنا هنرجع يوم الاحد، مش عارف الكوتش والجهاز الفني هيبقى مدينا راحه لحد ولا لا. لو استمر، لو جينا يوم الاثنين ان شاء الله ولا ثلاثة هيكون معانا باذن الله. عايز اختم حضرتك برسالتك لجماهير النادي الاهلي، وانت عارف جمهور النادي الاهلي متعود كل يوم انا عايز بطوله. يعني خلاص، هو احنا وجمهور النادي الاهلي اعتقد تفكير واحد، يعني مش مختلف ولا منفصل. يعني السنه اللي فاتت هي بتاعت السنه اللي فاتت، امبارح هو بتاع امبارح، النهارده احنا ولاد النهارده زي ما بيقولوا. يعني النهارده سنه جديده وموسم جديد، يعني ان شاء الله عندنا عده تحديات فيه هتبدا من بكره ان شاء الله نكون موفقين فيها باذن الله. شكرا كابتن سيد والتوفيق. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي والمكلف بمهام رئيس البعثه عقب المباراه الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد الجنرال سينيو كونيتشي، اللي هيستضيف احداث لقاء الاهلي والحرس الوطني في ذهاب دور ال 32. كل التوفيق بمشيئه الله للنادي الاهلي. شكرا زميلي العزيز فاروق صلاح، وحديثك مع كابتن سيد عبد الحفيظ نقط مهمه جدا كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عليها. نتمنى له التوفيق باذن الله في بدايه مشواره الافريقي فريق كره القدم في النادي الاهلي بكره باذن الله من النيجر الساعه 5:30. كابتن محمد متولي هنرجع ليك ونرجع لقطاع كره اليد في النادي الاهلي وطموحك داخل قطاع كره اليد في النادي الاهلي. قبل ما اقول على الطموحات الجهاز كله، انا طبعا بشكر الدكتور فوزي فضالي واشكر الدكتور تامر عادل، هم كانوا قبلنا طبعا السنه اللي فاتت واللي قبلها، ودول ناس طبعا محترمين جدا وشغلهم عالي، فاحنا جايين نكمل شغلهم. الطموحات بتاعتنا ان ما فيش بطوله تبقى بره النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، سواء بطوله القاهره او بطوله الجمهوريه، في بعض الفرق عندها بطولات كاس مصر ان شاء الله. فده اللي احنا بنشتغل عليه، ان كل البطولات ان شاء الله الاتحاد عاملها تبقى من نصيب النادي الاهلي. بدأنا الموسم بدأ ببطولات وبدأت تلعب في منطقة القاهرة، مين كان فرقة بدأت عندك؟ اللي بدأوا عندي ثلاث فرق، 2006 و2006 باء بي يعني و2008. و2008 أول ثلاث فرق بدأوا عندك، ماشيين إزاي في الدوري؟ 2006 ماشيين كويس جدا، على فكرة 6 باء دي 2007 بتلاعب معظم المطبورات بتاعتها 2006. اللي يعتبر به عندنا في النادي الأهلي أيوة. هي 2007 مش 2006. فدول لما بيلعبوا على ناس اكبر منهم فدي حاجه كويسه وعاملين نتائج هايله بصراحه. ده عشان لما يجي يتضموا يبقى انت لعبت الفرقتين اكبر ماتشات، يبقى انت عندك قاعده عريضه تعرف تختار الاحسن منهم يعني. وده اللي احنا بنشتغل عليه، و2006 بنتعامل معها ان هم فريق كبير، و2007 ده فريق كبير. سيستم الشغل معانا ان انت بتلعب بتوصل الولاد او ان شاء الله الابطال ان هم بيلعبوا في فريق كبير مش فريق ناشئين. فكل شغلنا سواء احمال او حاجه ده بيتعامل معاهم ان هم فريق اول مش ناشئين. مش ناشئين. اكيد النهارده واحنا بنبص على فرق النادي الاهلي اكيد في نقط مهمه بتحطوا عليها سبوت انت وكابتن عاصم حماد عشان القطاع ده يفرز اللي محتاجاه فرق الدرجه الاولى، شايفين القطاع ده هيفرز ايه؟ هيطلع ايه؟ اللعيبه اللي متواجده فيه هتوصل فين؟ انا عارف كلهم منتخب مصر لكن عايز اعرف من حضرتك. السياسه بتاعت النادي دلوقتي ان احنا بنجدد الفريق الاول. والتجديد ماشي كويس، وان شاء الله على المدى القريب جدا هيبقى فرقه الاهلي ان شاء الله، انا بقول لك بوعدك هتبقى رقم واحد في مصر. فده احنا بنكمل شغل بعض، كابتن عاصم بنشوف رؤيته ايه، واحنا بنقعد مع بعض ايه اللي مطلوب من كل فرقه، ايه اللي محتاجينه من كل لعيب، المراكز اللي ناقصه في الفرق الاكبر بنكملها من الفرق الصغيره اللي عندنا. وده شغل كويس جدا وشغل محترم هيفيد كل مراحل اللي موجوده في النادي الاهلي. اولياء الامور مش هقول هم عاق، بالعكس هم بيكونوا سبورت جدا، بس اكيد كل ولي امر او كل عضو نادي محتاج ان ابنه يكون متواجد داخل الفريق. تقول لي ايه لاولياء الامور النهارده يعني في بدايه موسم، تقول لهم ايه؟ يخفوا على الولاد، يزيدوا مع الولاد، يكلموا ازاي يعني؟ هي اولياء الامور احنا مش، انا عن نفسي مش هقدر اقول ان هم عائق، هو كل ولي امر عايز ان يبقى ابنه رقم واحد في اللعبه او رقم واحد في مكانه وده حقه يعني، هو بس بنستسمحه ان يبقى عنده ثقه في الناس اللي موجوده وابنك هياخد حقه. معلش ابنك فكرتني بابنك، ابنك مروان اخباره ايه؟ لا كويس تمام. كويس؟ واقف معاك كويس في الحياه؟ طبعا واقف جدا كويس، وهو بعيد عن الهاندبول يعني عشان نبقى كويسين يعني. لازم اسال على ولاد كابتن متولي ان هم ولادي. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل حديثنا مع كابتن محمد متولي.
اهلا بيكم في اخر لينك في حلقه حصاد الابطال النهارده، والكابتن محمد متولي مساعد مدير قطاع الناشئين لكره اليد في النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي في التسعينات في كره اليد. كابتن محمد متولي، وقفنا عند اولياء الامور، لعيب شهادتك ليه هاندبول، روان ولا مروان؟ هو مروان كان بيلعب هاندبول يعني. بس انت عارف الغربه بتخلي تاثر على اولادك طبعا مستواهم الفني طبعا يعني. فحسيت ان هو بعيد شويه كده فما حاولتش اجازف معاه. لما حسيت ان هو بعيد ما دوستش. ما ينفعش، مش عشان انا كنت بلعب هاندبول ومدرب هاندبول لازم ابني يبقى لعيب يعني. انا اللي حسيت ان هو بعيد فبعدته. روان لا، بعيد خالص عن الرياضه. بالاكل كويسه. طيب خلينا نرجع لاولياء الامور، واولياء الامور تقول لهم ايه؟ انا بس بطلب منهم ان هم يصبروا ويبقى عندهم ثقه في الناس اللي بتشتغل. الناس اللي بتشتغل دي جايه عشان تساعد ولادكم، بلاش نبقى حاطين سبوت عليهم. كل الناس جايه تشتغل عشان تساعد ابنك. فلو انت اولا ما تحطش حمل على ابنك. انا بلاقي اولياء امور بيمسك الولد بيحطه تحت ضغط عصبي، ما ينفعش. ينفعش يبقى عندك 9 سنين و10 سنين كولي امر تحط ابنك تحت ضغط عصبي. كفايه اللي هو عنده دراسه وعنده تمرين ونومه ساعات بيبقى قليل، انت تساعده ان نومه يبقى كويس، ياكل كويس، وسيب الحاجه الرياضيه لينا احنا. مشكله اولياء الامور بيضغطوا على الولاد زياده عن اللزوم. شايف ان التوتر اللي بيتحط فيه الولد ده حاجه صعبه جدا؟ طبعا طبعا. ما يؤديش لحاجه، يؤدي لنتيجه ولا يؤدي؟ لو قعدنا نضغط في الولد في السن الصغير ده مش هيقدر يبقى لعيب كويس. مش هيقدر؟ لا. صعب، لان انا بحطه تحت ضغط، والولد عنده دراسه بيصحى بدري، ودلوقتي بيروح التمرين، تمرين مينيمم انت في اي فريق 2 ساعة، والدراسه في ناس بتيجي من تقطع مشاوير كتير ساعه وساعه ونص وساعتين. طيب الولد هياكل هيستحمل قد ايه؟ يبقى انت بتساعدنا، مش تبقى ضد ابنك. انما لازم تبقى عندك ثقه في المدربين ان هم بيعملوا اقصى حاجه عشان يخدموا ابنك. اكيد يا كابتن محمد، وانت معانا لازم نتكلم عن منتخب مصر اللي مشرفنا طول عمره في طبعا. كره اليد فترات كبيره جدا، ووصل لمنصات تتويج كثيره جدا، عنده محطه مهمه جدا في يناير اللي جاي في المغرب، وهي البطوله الافريقيه اللي هو حاصل لقبها او حامل لقبها في تونس 2020. شايف منتخب مصر ازاي بعد موسم رابع اولمبياد؟ انا عندي ثقه في منتخب مصر وفي كل لعيب في منتخب مصر، ودي حاجه بتشرفنا، وخاصه لما يبقى عندنا شغل خارج مصر دي الحاجه بتشرفنا جدا يعني. انا واثق ان هم في البطوله ان شاء الله في المغرب وان شاء الله يحتفظوا بالبطوله. وده العادي بتاع منتخب مصر، اللعيبه بتاعتك فايقه قوي، وبعدين بقى عندنا لعيبه كتيره محترفين قوي، وبقوا لعيب الخامه اللعيب بتاعنا المصري بقت حاجه سوبر يعني. ويكفي طبعا علي زين يشرف النادي الاهلي ويشرف منتخب مصر في برشلونه، ودي حاجه محترمه جدا يعني. علي زين محترف في برشلونه، بس المدير الفني الاسباني باروندو خلاص اتفقوا معاه ان هو هيمرن فرقه في المانيا ويمرن منتخب مصر. هل شايف ان تواجد باروندو في الفتره اللي فاتت السنتين وهو مستقر داخل مصر هو الاحسن، ولا الموضوع برده سهل الثلاث شهور ونقدر نعدي ونكسب بطوله افريقيا؟ من وجهه نظري اكيد طبعا الاستقرار هو اللي بيسبب نجاح. انما انا اشتغل بار تايم انا حاسس ان هي هيبقى فيها خلل. ما اشتغلش على ان قوه لعيبتي كويسه، فانا ممكن الم شغل على المدى البعيد وانت متواجد مع لعيبتك احسن من برتر. شايف ان النجاح حصل عشان استقرار لمنتخب الوطني، لكن النهارده معظم لعيبه محترفه يعني، في احتراف كبير في حوالي 10 لعيبه محترفين، وهو كمان نفس الوقت زي ما بيقولوا يشغل دماغه يشتغل على الفرق الجديده ويقدر يطور من ادائه ويقدر يكون متواجد دائما وابدا. انا شايف ان هو ممكن يكون ده احسن. هو انا بتكلم وجهه نظري. ممكن تبقى وجهه نظر حتى الناس المسؤوله في الاتحاد المصري هم شايفين كده، فكل واحد ليه وجهه نظر. انا كمدرب انا احب ان انا اتعامل مع لعيبتي باستمرار، ما اروحش ابعد عنهم فتره كبيره يعني. ممكن ان هو ينجح، انا شايف ان هو مدرب بصراحه حاجه محترمه جدا 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 يعني. طور من اداء كره اليد المصريه طبعا، وداها في حته ثانيه طبعا طبعا. تبقى عندك منتخب تقيل عناصره كلها، كل مركز فيه عندك 2 لعيبه او 3 لعيبه، وده حاجه كويسه جدا في الحقيقه يعني. الحديث بيجري معاك بسرعه جدا، وكنت نفسي افتح معاك مواضيع كتيره، لكن اكيد جماهير النادي الاهلي بصراحه شديده زعلانه من كره اليد في النادي الاهلي. كلمه من كابتن محمد متولي لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، نبدا باللعيبه وبعد كده كلمه للجماهير. تقول لعيبه النادي الاهلي ايه؟ انسى نفسك عشان تقدر تنجح. افتكر حط قدامك النادي الاهلي،
لو حطيت قدامك النادي الاهلي كل انتصاراته تبقى معاك، كل واحد ينسى نفسه. انا وانت حضرتك معانا نكون الجيل بتاعنا كله كلنا حاجه واحده. صح، عشان كده كان في توفيق في انتصارات كتير قوي. بالنسبه للجمهور لازم الجمهور يقف في ظهر لعيبته، الجمهور هو اللي بيصحي اللعيب، الجمهور هو رقم واحد في الفرقه. بس هو زعلان من كره اليد، يعني بتحس ان هو قاسي جدا على فريق كره اليد. هو الجمهور بتاعنا كده ما بيحبش المركز الثاني ده، مش بتاعه، مش بتاعه خالص. لو تفتكر لو تفتكر هفتكر طبعا، في بطوله خسرناها احنا كنا ما بنحاولش نوري نفسنا. حصل للعمال بتوعنا. حصل لما كنت بتخسر بتخسر ما كنتش بتحاول تبان في النادي خالص. ما تعرفش تضحك، ما تعرفش تنام، ما تعرفش تعايش غير ما تكسب. لما بتكسب انت عايز الناس كلها تشوفك، عايز الناس كلها تبارك لك. وده اللي ان شاء الله هيحصل فرقة النادي الاهلي، وانا شايف ان في تجديد والاحلال والتجديد ده ان شاء الله مش هياخد وقت كتير. وان شاء الله يبقى في انتصارات كويسه جدا للفريق الاول للنادي الاهلي، وترجع كره اليد الجيل بتاع 90 لغايه 2001 حظ البطولات بتاعتنا كان كتير جدا 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 جدا. هتواصل مع نجوم النادي الاهلي واصحابك داخل الفرقه؟ الحمد لله. ورقم واحد كابتن خالد العوض. كابتن لازم يبقى في تواصل يعني. وذكرياتنا جميله مع بعض، ذكرياتنا وانتصاراتنا كانت جميله، فالحمد لله انا بتواصل مع الناس كلها. كل الناس اللي كنا مع بعض في الملعب الحمد لله. فاكر جماهير النادي الاهلي كانت بتركب معاك الاوتوبيس وتشجعك واسيوط رايح وفي المغرب رايح واسماعيليه وكل حاجه؟ بطوله الفريق 10 اول دوري لينا مع الكابتن محمد ابو معطي. احنا كسبنا فريق 10. الجمهور كان في صاله الاسماعيليه بره. كسبنا 10 10 في اسماعيليه. ده خسرنا اول ماتش اولمبي. خسرنا اول ماتش اولمبي، مش عايزين نتكلم كتير. ما كانش لينا نفس طبعا ناكل. طبعا ما اكلتوش انت، بس انا اكلت. انت اكلت طبعا، عشان كنت خارج مع الكابتن ياسر لبيب طبعا. كنا كويسين قوي في الماتش ده. الماتش ده الدوره المجمعه دي الحمد لله احنا خدنا اول. خدنا اول دوري لينا احنا. كان سنه تاني يوم كان ماتش الزمالك وكسبنا 10 تجوان. الحمد لله 10 تجوان. والجمهور بتاعنا من كتر الجمهور كان في ناس بره، فدي حاجه بتسعد يعني. يعني تاني هقول ان احنا تاني مباراه لينا في هذه الدوره المجمعه كسبنا نادي الزمالك 10 تجوان، ودي حقيقه، دي تاريخ اتكتب. كابتن محمد عبد المعطي في المباراه دي بالذات، مباراه الزمالك، لما بدا يعد ماتشات الزمالك كسبنا كام مره الزمالك ورا بعض؟ اعتقد كسبنا الزمالك في الزمالك 18 مباراه ورا بعض. وبعدين كسبنا الزمالك في اسماعيليه. سكور، انا بتكلم على سكور. بتكلم على سكور. ماتش الزمالك اللي كسبناه في الزمالك كان فريق واحد. في استاد القاهره. في اسماعيليه. في دمنهور. في صاله اسكندريه. اعتقد دول كانوا 18 مباراه متصله. ايوه، بدون هزيمه. كان محمد عبد كان قاسي شويه على الفرقه. هو راجل بيحب يكسب، ما بيحبش يخسر خالص، وده اللي برضه غرزه فينا. انت كنت بتكسب فريق 5-6 بنعاتب بعض. لو تفتكر. فاكر. عايز 10. صح. وبنعمل فرق العشر. دي حقيقة. وحصلت كتير. ولو تفتكر في بطولة خسرناها. بالمرتبط بتاعنا واخدنا وعد. صح. من كابتن حسن حمدي. رئيس النادي. لو كسبتوا الدورة دي انتوا تاخدوا مكافأة الدورة عشان انتوا تستاهلوا، لانكم ما خسرتوش الموسم ده ولا ماتش مع الزمالك. حصل. كابتن محمد بتولي نورتني وشرفتني، ودايما بكون سعيد لما بكون معايا الجيل الذهبي لكرة اليد في النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن خالد، وانا اللي بشكرك، واتمنى اكون ضيف خفيف علي على كل اكيد الناس. كان كابتن محمد متولي ضيف جميل معانا، نجم من نجوم كرة اليد في النادي الاهلي في العصر الذهبي. ان شاء الله باذن الله انتصارات كتيرة لكرة اليد في المرحلة الجديدة. انتظرونا الاسبوع اللي جاي، ومعانا لقاءات مهمة جدا مع نجوم عالمية في حصاد الابطال من 7 ل 9 كل يوم جمعة. شكرا والى اللقاء.